نزلنا بالحقلة، قطفنا الزيتون وضبناه هون بقلب الصناديق، وتوجهنا على منطقة لبعة على معصرة الأولى فارس وأولاده لحتى نشوف هالمعصرة يلي هي تعتبر من أهم المعاصر بلبنان. لنخبرنا الأستاذ إلي فارس يلي بذات الوقت هو رئيس المركز الزراعي بالبترون ومهندس زراعي كمان، فيخبرنا شوي على هالطريقة يلي بيشتغلوا فيها. لأنه فتنا على المعصرة صراحة حسيت حالي فيت على صالون، يعني نظافة وتلميع وشي كتير حلو. خبرنا شوي هالصندوق وصل لعندك، لأنه مثل ما قلنا أستاذ داني، أستاذ داني بسيط، أهم شيء الأرض كيف لقطاف، وتاني إطاف اللي هي تاني مرحلة اللي هي عند حضرتك هون كيف تقطع يطلع لنا زيتون 100% غير شكل. أهلا وسهلا فيك مروان. مرسي. أهلا وسهلا فيك البيت بيتك. الله يخليك. مثل ما قلتوا وصلوا الزيتونات على المعصرة، وقطاع زيت الزيتون لحتى نحن نوصل زيت زيتون للمستهلك هي سلسلة، يعني لازم يكون نحن منتبهين بالحقل. وصلنا نحن زيتون جيد للعصر، وهلا نحن بمرحلة العصر. صحيح. مرحلة العصر مثل ما بنقول نحن زيت الزيتون هو عصير حبة الزيتون. صح. حنحكي عنه نحن خطوة بخطوة، وهي كلها خطوات ميكانيكية، ما في أي خطوة إلا إنه فيها نوع من كيميكال يد عاملة يعني، بس وهي ميكانيكية. يعني إذا بدك عصر ميكانيكي. أوكي. وهلا بنشوف نحن كيف بيصير كل مرحلة بمرحلتها. أول مكنة اللي هي هيدي. نعم. هيدا الجرن يعتبر. نعم، هيدا الجرن بسموه ريسبشن أو منطقة الاستقبال. منحط الزيتون نحن بالجرن. إذا ملاحظ كل المعصرة معمولة من الستينلس ستيل. صح. كرمال لحتى ما يصير في أي تفاعل بين الزيتون لحتى يصير أو مع إذا بدك الستينلس. اعتبر إذا كان في حديد رح يصدي، رح يصير في عندنا مشكلة. طبعا. صحيح. لكن نحن بالأول أول مكنة، عن أول ثلاث مكانات هي لنشيل كل الشواهب يلي بعضهم جايين من الحقل. حسب ما بعرف عندك البحص والرمل والورق يعني يمكن مراحل 100%، لأنه عادة بيوصل الزيتون بيجي كله مع بعضه. صح. مع بحص مع كل شيء. لكن أول مكنة اللي هي الوراقة بتشتغل بالشفط، بيطلعوا لهون على الشفاط. نعم. بيسحب أغلبية الورق يلي ممكن يكونوا بعضهم مع الزيتونات. يعني الورق هون رح يضل بيطلع حيقطع الزيتون. نعم يلي الورق. أوكي. بيطلع بهذا الشفاط هون. نعم. لبرا. اوكي دكور. بينزل الزيتون هون. هيدا هيدا الدخون لبرا، هيدا الورق هي اللي بيطلع. ذكر ذكر. اوكي بينزل الزيتون لهون. اوكي هلا بتعرفوا الزيتون عاده بيفوش على وجه المي. صح. والبحص شو بتعمل؟ بتنزل لتحت. حديده شو بتعمل؟ الحديده كمان كله كم حديد. كل شيء ثقيل حديد، يعني بده يكون عندك او مثلا ما بعرف قلي او ازاز او الى اخره، كله عاده بيغرق لتحت. نعم. اوكي لكن وبيبقى عندنا الزيتونه بتفوش والبحص عاده بتغرق. صح. شو بعد في عندنا غير البحص وغير الورق؟ في عندك الغصان. الغصان كمان تطلع هي مع الورق 100%. شو بعد في نغسل تيروح الرمل؟ بعد في الوحل والرمل بيطلعوا نجحت بال 100%. اوكي هيدا هو بيسموه المغسل. اذا. نعم. كمان ملاحظ حتى المغسل كل يوم بيتغير المي، وهي مي تشرب عادة. استاذ لي هذا من هون لتحت مغسل؟ يعني كله. إيه؟ مي ولا بس لهون؟ لا المي لهون تقريبا، يعني من تحت لفوق. مية كمية مي هيدي هون يعني. ما ايه في. أوكي. كمية مي هيدي، وحتى في مي بتيجي دغري من الخزانات بغسلوا كمان. نعم. الزيتون مرة ثانية. الرش الغسيل الزيتون بتخلوا شيء مواد معينة كلور او شيء؟ ماشي ماشي ابدا. مي مي تشرب يعني، بس اكيد مي بضغط قوي لحتى تحل عنك كل شيء. 100%. نعم 100%. لكن شلنا نحن هون تقريبا نحن الوحل وبالرمل، نوصل لل فيها نحن حاطين زياده مغناطيس هون. اذا زمطت شي حديده شي خبريه فلقى كمان بالمغناطيس. هيدا مغناطيس. اذا معك حديده ممكن معي مفتاح. ذكر هيدا كله الهدف. شو قوي ولا يمكن لما يعلق. هذا كل الهدف منه. ما تنسيه. هذا كل الهدف انه نوصل لمرحله الطحن. عم نطحن بس زيتون. يعني هون عم نحكي بمعصره شخص بيطمن باله، اذا جايب زيتوناته حطهم عند حضرتك هون حتكون هالمعصره كلها نظيفه، حيقطعوا بس زيتوناته، حيطلعوا زيتوناته، ما في شيء خلط، ما في شيء زيتون باقي قبل او من الجرن القديم او هالاشياء. صح. عظيم. بيوصلوا الزيتونات لهون مبدئيا، زيتون ما في غير زيتون وصل لعنا لهون، رح يطلعوا على هيدي المكنه اللي هون. اوكي. اللي هي الطحن. بيطلعوا بطريقه الشفط يعني؟ بيطلعوا لولب. لولب. اوكي. بيسحب الزيتون بكبهم كمان حتشوفوها نحن بس ندور. دكر. حيطلع على الجيني. على الكساره. على الكساره برضه. هلا هالكساره سبيسيال انه بتشتغل بطريقه بتنتف الزيتون وما بتعمل كثير احتكاك. أوكي. يعني ما في توليد طاقه، يعني هلا احنا بس تشتغل،
فيك تيجي تحط ايدك على الكساره بتضلها مسقعه ذكر. اوكي يعني هون فينا نقول اللي بيعصروا على البارد نوعا ولا غير موضوع 100%. اوكي بيعصر البارد يعني بده يكون بال 27 درجه 100%. بس نحكي نحن عصر على البارد لازم دائما نكون عم نشتغل بال 27 درجه، ممكن امرار زياده درجه درجتين او انقص درجه درجتين بس بحدود ال 27 درجه. طيب ايام الشتاء اذا عندك او ايام الشوب تنفترض كيف بتركز حرارته؟ عاده المي المسقعه بتنزل الحراره، وبس يكون انت بدك بايام السقعه بنحكي بكوانين نعم. انت بتعلي الحراره لحدود ال 27 درجه. اوكي اوكي. لكن عندنا هون المرحله التاليه هي مرحله تحضير. هون ممنوع الدخول، ما سينك فوتنا. اهلا وسهلا. لكن بيوصل صار عندنا هون بعد الطحن شو صار عندنا؟ صار عندنا جلدي على الحلو، صار عندنا عجين. صار عندنا عجين مع بعضها، طحنا البذره والزيتونه كلها مع بعضها ذكر، وخيلي من كل الشوائب يلي معقول تكون 100%. بصير عندنا نحن شيء اسمه عجينه. نعم. والعجينة الزيتون منوزعها على خلاطات، كل خلاط منفصل عن الخلاط الثاني، مثل ما انت عم بتقول زيتوناتك ما بينخلطوا، ما بيمشوا من خلاط لخلاط لخلاط. لا. كل ايتاب لحاله، كل مرحله لحاله، كل مثلا هذا لنعتبر زبون واحد، هذا زبون ثاني، بيطلع دغري على المكنه اللي وراها ما بيمشي من خلاط لخلاط. يعني هون عندك كيف ما كان فيك مشي اربع زبونات. ايه هذا كل واحد منه 500 كيلو. اوكي. هلا الهدف منا هذه المرحله، نحن عم نخلط عم نخلط عم نخلط، مرحلة كتير أساسية بعصر الزيتون. قد ايه بتاخذ وقت الخلط؟ عادة نخلط نحن بحوالي بحوالي ال 40 دقيقة لكل باتش. مش هيني. مجبورين نخلط. شو بصير بهيدي المرحلة اللي هي المرحلة الأساسية؟ بصيروا نقط الزيت الصغار بيتجمعوا مع بعض، نقط المي بيتجمعوا مع بعض، يعني عملية الفرز فعليا بتبلش بالعجينة. اوكي. قبل ما تصير بالمكنة. كل هالبارتيكول كل وحدة لحال. 100%. هلا إذا بخلط أقل عادة ممكن تخسر زيت او تخسر نكهة او تخسر الى اخره، واذا بتخسر اذا بتخلط اكثر من 40 دقيقة صار في خطر، نحن عندنا شيء اسمه التأكسد. لانه واحد من اهم اعداء زيت الزيتون الاكسدة هو الهواء الاكسجين. صح. ونحن صرنا بالمرحلة اللي كثير حرجة من بعد الطحن. أوكي. زيتوناتك فيك تتركهم ساعة ساعتين ثلاثة الا 24 ساعة ما في مشكلة، بس لما طحنا خلص صرنا اذا بدك بسباق مع الوقت. شي مره كنت عم تطحن وتعطلت المكنه وصار عندك مشكله؟ دائما بيصير في مشاكل، بس كتر خير الله حديت اليوم دائما بتنحل باقل من 40 دقيقه. عظيم. اوكي. هلا بدنا نحكي شوي عن الترومبات اللي بتشتغلها المعصره. كل الترومبات مجبورين يكونوا بسمون لو ار بي ام او بيفتلوا على قليت من مهلهم وبيشتغلوا بالفاكيوم. ليش؟ لانه عدو الاول لزيت الزيتون هو الاكسجين. صح. فكل هال بتلاحظ هاي الترومبا. أوكي. هاي الترومبا كل الترومبا ترومبة الغطسة بحطوها. ايه يعني مثلا هيدي الجلدة بتعمل نوع من فاكيوم. اوكي. بتسحب. اوكي. اوكي. بتسحب العجينة بتفوتها على مكنة الديكانتر بسموها او مكنة الطرد المركزي. اوكي. يلي هو مثل يلي بيفصل مكونات. يعني. 100%. بس اذا بدك افقيه. اوكي. هذا الديكانتر هلا بنشوف بس ندور من اسرع الديكانترات الموجودين بلبنان، بيفتل 4400 برمي بالدقيقه. بتفوت العجينه عليه. هلا هو اسمه ديكانتر، شو ديكانتر؟ كلمه ديكونتاسيون يعني بيرقد. صح. بس هذا بيرقد بطريقه مباشره. اوكي. بتفوت وسريعه بتفوت العجينه على الديكانتر بلحظتها، الزيت لانه خفيف نحن عم نفصل بالوزن، الزيت الخفيف بيطلع بالاول هاي كثير 100%. بنزل لنحن عنا الزيت وباقي المكونات بيروحوا غير محل، نرجع نحن عنا بيطلع عنا الزيت، كمان عنا ترومبا تانية من بعد هالمكنة اللي هي صار فرزت لنا مكونات العجينة اللي هي نحن أكتر شي بهمنا هو الزيت، كمان منضخ نحن الزيت اللي عملتها لعنا بكون بعد مش 100% نقي، بعد في شوية شوائب. أوكي. فبدنا نقطعه على مكنة طرد مركزي، كمان بسموها سيبريتر أو بسموها اذا بدك سيبريتر، بس اذا بدك بس تشتغل على السوائل. أوكي. يعني بتفلتر لي اذا بدك السوائل، اذا في مي مع زيت بدك تشيله وتخلي الزيت لحاله. 100%. اكيد دنسيتي كمان زيت اكثر 100%، لانه اخف الزيت كمان بيفسر. كمان مثل ما لاحظين الترومبات هي الترومبات تعمل فاكيوم. أوكي. بيطلعوا من هون، لاحظ كله ستينلس ستيل، قصات الستينلس ستيل بينزلوا على هالماشين، هالماشين بتفتل 7000 برمي بالدقيقه. اوكي. هلا بنشوفها نحن هذا، الزيت بكون فيه شوية شوائب بتفصل لي اياهم. يعني حيطلع نقي 100%؟ لا، دائما في عندي بزيت الزيتون عادة بحدود 1% حتى على آخر حتى بس يطلع عندي، بيطلع عندي فيه بعد شوية شوائب. بعض المزارعين إذا بتشتري تنكة زيت حتلاقي أنت بكعبة طحن في شوية هودي بسمون المرقد يلي طحن بسمون،
هيدا بالمستقبل ممكن نزعل الزيت. نعم. فكرمال هيك نحن كمان في بعض مراحل بعد انا ما اخلص من هودي ممكن لحتى اتخلص منها نحكي أوكي. فيها نحن هلا بس ندورها اوكي هلا بنجي هيك نوصل لهون لكن رح نشوف الايتاب الثاني تفضل هون بتصور نهايه الخبريه كلها صح ايه مثل ما قلنا فسرنا عليها ولو بليز نحن اخر مرحله مثل ما قلنا وصل الزيت في شويه شوائب تخلصنا منها بيطلع الزيت بهيدا الجرم واذا ملاحظ حتى هيدا الجرم ستينلس ستيل نعم وهيدا الزيت اللي طلع عنا هو صالح للاستهلاك مباشرة بدون أي معاملة مستقبل يعني دغري بيطلع يعني فيك تجيب دغري تستهلكه مباشرة أنا عندي سؤال دائما أنا بأكل زيت من بعد ما ينعصر دغري في شيء أنه عم نعمل شيء غلط ولازم نتركه يرتاح فترة ولا مقدر ناكل دغري ما في مشكلة هيدا خطأ شائع نعم. كل ما استهلكنا الزيت نحن بكير كل ما أفضل متحيلا إذا بدك أكل عدو الأول للأكل هو الوقت كل ما تمشي بالوقت كل ما الزيت حيخسر من خواصه نشيل دغري من هون 100% وحنعملها نحن هلا كمان في عنا شغله دائما عم نحكي عن الزيت زيت الزيتون هو الوحيد يلي بكل العالم بيكون معصور بقيه الازيت تنفرد زيت دوار الشمس بيكون مستخرج فيك تفسر لنا شوي اذا مثل ما لاحظنا بكل هالمراحل يلي نحن حكيناها هي مراحل ميكانيكيه نعم يعني ما في اي عنصر كيميائي زدناه نحن لحتى نستخرج يعني هون استخرجنا بالطرد المركزي وعلى فرق الوزن نعم. الزيت خفيف بيطلع بالماء بيرجع بعدين بيطلع الماء بعدين بيطلع جفتي لاخره كرمال هيك نحن شيء ميكانيكي 100% كرمال هيك هو الزيت الوحيد بالعالم يلي هو معصور والمعصره بنسميها معصره نعم اذا عم تروح على زيت دوار الشمس او زيوت النباتيه الاخرى بنسميها مستخرج عطا مستخرج مثل بنستعمل مثلا سولفون او شيء بيدوب الزيت لنرجع نبخره طبيعي. ونرجع نحن بنقدر زيت الزيتون كرمال هيك نحن بيطلع دغري عنا صالح للاستهلاك ودائما نحن البيع الزيت وبيع الزيوت العالمية منزينا نحن بالوزن ليش التانكي 16 كيلو ونص او 16 لتر ونص هلا حنفوت فيها بنزين 20 طيب حتى بلبنان التانكي مختلفة يعني التانكي بشمال تختلف الوزن عن التانكي بالهون نحن منطقة شرق صيدا نعم. التانكي بشمال هي 16 كيلو صافي هم. ما يوازي 17 لتر ونص واكثر شوي أوكي. نحن تنكتنا هون 15 كيلو ونص اقل يعني اقل شوي زدوا مش هيك لانه كانوا من زمان ما كان في معايير يقولوا بس هاي هي التانكي هاي التانكي نحن الصافي هون 15 كيلو ونص ما يوازي 17 لتر بتعرف ما يوازي لانه حراره عاليه بينفش الزيت صح فوليوم اكثر بتسقع بده حتى بمناطق الجبل ممكن يكون التانكي بعدها اقل من 15 كيلو ونص دكتور. هي بترجع هيدي صارت لانه زيت الزيتون منه منتج ابن امبارح هيدا منتج عمره الاف السنين بالمنطقه وهو في دغري بالتقاليد يعني من زمان اتفقوا اهل هالمنطقه انه هيك هذه هي التانكي كرمال هيك بيطلع التانكي منزلنا نحن على هذا وبيخدها دغري عاده المزارع او المستهلك لانه بالمعصره هذا الشيء لانه بذات الزيتون عاده المستهلك بحب يجي يشتري دغري امرار كمان زيتاته دغري من المعصره واذا ملاحظ بكل هالمراحل ما حدا مسك شيء بايده طبيعي مسك التانكي واخذها معه وكل الكنترول بيتم هذا هو الكنترول لكل المعصره اوكي هي حضرتك بتشغلها من هون هي نحن بنشغلها من هون هلا شفت ورانا الكونتينر الكبار اللي هن من ستينلس 100% في منهم لهم مثل منفخ 100% يحفظ وفي منهم بيقولون قاعدات مع حنفيه خبرنا شوي عنه طب اوكي هلا نحن صار عندنا زيت الزيتون هون في زيت الزيتون عنده خمس اعداء اوكي انت بكتب لي اياهم اول عدو هواء هواء الحراره حراره الشمس لا الحراره هي الشمس هواء حراره بلا قلتها الضوء ضوء توضيب اذا كنا عم نضبط طريقه اذا الكونتينر بعد عندك وحده ما رح تعرفها يلا نستعين بصديق استاذ داني اذا بيساعدنا ترتيب اذا رقدنا مزبوط استاذ داني اذا رقد تحت هالطحل نحن بنسميه بينزع الخواص تبع الزيت اذا كان محطوط بقلب 100% الالفيه بعدين بينزع الزيت كله سوا نجحت لازم نرقده 100% نجحت 100% يعني ما خليتني بركي فيك مثل ما قلنا هول الخزانات اللي نحن عم نستعمله حنجي نشوف نحن ودائما الالفيه بدها تكون لون الازاز غامق او حطيتها انا بمكان هلا بنحكي عنه نحن اهم شيء نحن بدنا نحط زيت الزيتون المفروض نحطه بمحتوى ما في تفاعل بينه وبين زيت الزيتون
يعني الازاز ما في تفاعل بين الزيت والازاز، ونفس الشيء الستينلس مش بس حق الستينلس، بدك تشتريه صالح لتخزين الاكل. صح. يعني مثلا اذا لاحظ هون بيبقوا حاطين شوكه وكيس. صح. يعني هذا صالح للاستهلاك. في منهم يمكن بيكون لهم كودات بعتقد، هذا 18 على 10 في هول الكودات نحن بنعرفهم 100%. حطينا لكان نحن زيت الزيتون بخزان ما في اي تفاعل بينه وبين الزيت، ثاني شيء قلت ما في ضوء، هذا معتم ما بفوت الضوء. اذا بتجوا بتشوفوا كمان ما في هواء، كيف بقطع الهواء؟ لاحظ هذا اللي عم بحكي عنه هلا، بناخذه بالكاميرا قريبه، هو منفخ نسحب الهواء وبنضغطه كله سوا، رح نرجع ناخذه. هو الهدف منه هيك، اذا انا بقدر بعبيه للخزان على الاخر وبسكره هيك ما في اي مشكله، بس انا حفتح الحنفيه ما بيفوت علي الهواء. انا شو المهم بده يفوت الهواء، حيفوت الهواء من هون. اه ذكر حينزل نحن اذا بدك ترجع تسحب، برجع انا بس سكر برجع بضغطه للهواء لما يجي هواء جديد. اوكي اذا ملاحظ في عندي انا حنفيتين هون. صح. شو برايك حنفيه تحتانيه هيدي للطحن اذا كان في طحن، وهيديك للزيت. هودي الخزانات بيجوا كونيك من تحت. نعم. هون نحن عاده بلبنان بحبوا الزيت شوي سميك. هلا هو الزيت سميك فعليا، يعني زيت زائد مي زائد طحل زائد الى اخره، بيكون رقيق اكثر. كل ما كان الزيت الرقيق، الزيت الرقيق عاده هو زيت صافي 100%، يعني أوكي. نحن بالقلب عم نشتغل بس نقول حسب شو معودين قديما، لما كانوا يعصروا على الحجر ما كان عندهم كل هالطريقه يشيلوا كل شيء والشوائب، تعودوا على طعمه هالزيت، ما فينا نلومهم يعني. انا هيدي مناسبه لحتى نقدر هيك نوعي شوي العالم، في اشياء يعني جديده وتكنولوجيا جديده نشتغل عليها. تقنيات العصر القديمه كانت تقنيات بدائيه ما تستخرج 100%، طلع الزيت معه شيء ثاني، يعني تعودوا اهالينا على الزيت السميك اللي هو زيت زائد مي زائد. هو المقابله معك شيء لانه بنضرب حساب تسالني اسئله بدل ما انا اسالك، منيح اللي بنعرف. لا مكفى موفى، لكن قلنا لكان الطحل شلناه، شو بعد في عنا سيزاني؟ مبدئيا هاي هي البروسس كلها، هلا رح نرجع ننتقل بعدين تنشوف كيف بندوق الزيت، كيف بنعرف اذا الخواص منيح ولا لا. بدنا نحكي شغله صغيره هي انا حابب زيدها، شو الاشياء اللي لازم تكون موجوده عندنا بقلب المعصره، اللي هو بلاط التنظيف تبعه يكون سهل، الازاز اللمبات يكون مسكر بطريقه ما يهر منها شيء اذا فقعت اللمبه، الشبابيك بده يكون عندنا مستكار طريقه شبك انه ما يفوت علينا شوائب من برا، طريقه العصر كله اكيد بده يكون بستانلس ستيل، بس بدنا نغسل اكيد نغسل بمي سخنه ما بنحط ديترجان ابدا. شو بعد في عندنا؟ هو هن بشكل عام هذا فينا، بس هو هن لكن اهم شيء يكون كل المعصره وش فينا نغسلها. نعم. واكيد ما بنحط ديترجان ابدا، وفي الكهرباء المفروض تكون مسكره. اكيد انا كثير بدي اشكرك لي فارس، انت منحدر من عائله الاولى فارس، جد جدي جد جدك بيك بعدين حضرتك. نعم. كلكم عم تشتغلوا بهالدومين، يعني بتصور المعصره من سنه 1933 كانوا عم يقولوا لك يعطيك الف عافيه، وهلا رح ننقل نشوف كيف نعمل الزيتون تيطلع منه الزيت، لانه قبل ما كنا قادرين ندورها لانه صوتها كثير قوي المكنه. تفضل. حطينا الزيتون بالمكنة، مرق بكل المراحل لطلع عنا زيت. هلا مع الخبير التذوق الاستاذ داني بسيط، لانه عامل دورات على هالموضوع، اذا حدا اشترى زيت ببيته او اشترى زيت لبيته هيقدر يعرف اذا كان هالزيت منيح ولا لا، شو الطريقه اللي لازم نحن نفحص فيها. بدنا نرجع نعزبك داني معنا.
ما في مشكل، بس بهمنا ان نخبر بعض التعابير يلي نحن بنستعملها لتصنيف زيت الزيتون يلي هو اسماء الزيت. اسماء الزيت هي حسب تصنيفهم. نعم، الزيت الزيتون الباب اول بنسميه زيت زيتون بكر ممتاز، هيدي التسميه يلي متعارف عليها عالميا لنقول انه هذا زيت زيتون عالي الجوده، يعني اكسترا فيرجن اوليف اويل. اكسترا فيرجن اوليف اويل. التسميه بيكتسبها وفق معيارين، في فحص كيميائي لنفحص الحموضه ومؤشر الثيروكسيد بالمختبر، وكمان في فحص مذاقي، يعني نحن بدنا ندوق لنشوف اذا في شوائب ما بقى فينا نسميه زيت زيتون بكر ممتاز، بياخذ غير تسميات اقل شأنا. اذا ما في شوائب وفي بعض الصفات الايجابيه ساعتها نحن بنسميه زيت زيتون بكر ممتاز، بحافظ على هذا المستوى من التسميه. شوائب شو بتقصد فيها؟ يعني يكون فيه شو؟ صحيح. كيف عمليه تذوق تقنيا؟ شو لازم نشم؟ شو ما لازم نشم؟ اوكي. اول شيء بس يعني لازم بدربوكم على الاشياء العاطله لتصير تعرف اذا والاشياء المنيحه. اوكي. بزيت الزيتون بس نقول خصائص مذاقيه، تعرف انه بجسم الانسان في خمس حواس، منها بس في حاستين فقط لا غير، وهذا ممكن يتفاجئوا المشاهدين، في حاستين فقط بيدخلوا بعمليه تقييم زيت الزيتون، هي الشم والنظر والتذوق. اوكي عفوا. النظر بتاسف اقولها للمشاهدين رح ينصدموا، ما بيدخل ابدا 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 بعمليه تقييم زيت الزيتون، يعني ما حدا يجي يقول لك شف لي هالزيتات منيح ولا مش منيح من لونه نطلع. اللون ما له عبره ابدا، هيدي شغله ابدا لازم نوضحها، يعني مفاجاه، بس هيدا هو الواقع، لانه ممكن يكون زيت كثير مميز لونه ولكن فيه شائبه، او زيت ما بيشهي لونه ولكن هو زيت زيتون بكر ممتاز. في يكون زيت لونه منه كثير واو فيه شوائب؟ ممكن جدا. نرجع بنقول المتخصصين بالتذوق، المتخصصين يعني بالتذوق بياخذوا كوب التذوق بيبقى لونه منه شفاف، بيبقى لونه ازرق لسبب كثير بسيط، للمتذوق ما يتاثر بلون الزيت ويكون عنده احكام مسبقه انه هذا الزيت ممكن يكون منيح حسب أوكي. اللون بقى الكوب التذوق لازم يكون هالكوب معك لونه ازرق 100%. احنا ساعه فاجئناه لاساس داني بالمنطقه وعم ناخذها على المتذوق عادل. بيكون كوبه لونه ازرق، وهلا طوروا كمان لون رماني، الهدف هو زيته، المهم ما يتاثر باللون. لكن عمليه التذوق بيدخل فيها حاستين، اول شيء الشم بعدين التذوق. رح نشرح تقنيا كيف بيصير. نلقط الكوب التذوق بنغطيه بايدنا، لازم يكون ايدنا ما عليها لا بارفان ولا اثر روائح غريبه ولا صابون بنحميه شوي لتنبعث المركبات المتطايره اللي هي صح. تعمل الشم لمده 10-15 ثانيه ليحمى شوي، ومنقربه على منخارنا. من بعد ما نشمه مرة أو مرتين بيصير عنا فكرة أولية. هلأ منخبر من بعد ما نخلص التقنية شو هي لازم نشمها شو ما لازم نشمها. أول شيء التذوق، الشم. من بعد ما ناخد الفكرة الأولية على الشم بدنا نرجع نأكدها بالتذوق، ناخد كمية كتير صغيرة 5 مليلتر بنحطها بتمنا، بنبرمها بقلب التم، بنرجع بنعمل عملية اللي احنا بنسميها ريترو نازال، يلي هي تنشق الهواء من الفم ولفظه من الانف. ليش؟ لانه في مجسات حسيه بالمنطقه الواقع ما بين الفم والانف، كمان بتلتقط بعض الروائح يلي نحن ما قدرنا اكتشفناها. رح نطبقها. هلا عم بتظهر من منخارك الهواء. واخر شيء بنبلع. اوكي. واخر شيء بنبلع. كانه كل الوقت بتمك ما بلعك. بتمي عم بعمل هالريترو نازال، عم بخلي الهواء يفوت بقلب هالسايل يلي هو الزيت، يتشبع بالمركبات المتطايره وطلعه بالمنخار كرمال هالمجسات يلي بين التم والمنخار تلقط هالروائح، لانه في بعض الروائح كثير بكميات صغيره نحن لازم نكتشفها. شو هي الاشياء يلي نحن لازم نشمها وقت نتذوق زيت الزيتون، وشو هي الاشياء اللي ما لازم نشمها؟ يلي لازم نشمه هو ريحة ثمرة الزيتون السليمة يلي مش مصابة لا بالسوسة ولا وقع على الأرض لقطة عفن ولا بلشت تهتري، حبة حلوة يعني الشجرة تفتحها وتشمها، هي هي الريحة يلي لازم تشمها. هلا حسب الأصناف في بعض الروائح الثانوية يلي ممكن تذكرك ببعض الفاكهة مثل اللوز الأخضر، مثل التفاح، مثل الموز. في بعض الروائح الثانوية
يلي بتذكرك بشيء معين. هيدي بتختلف حسب الاصناف. اوكي بتختلف حسب الاصناف، حشيش اخضر، جازون مقصوص جديد، بس كلها روائح محببه. شو هي الاشياء يلي ما لازم تشمها؟ يلي الاشياء ما لازم تشمها هي رائحه التزنخ بنسميها. رائحه التزنخ هي بفعل اكسده الزيت، بفعل تعرضه للحراره، تعرضه للهواء، بيتاكسد الزيت، بيعطيك ريحه سميكة بالمنخار، تقيلة بالتم، بذكرك بشي ريحة سمنة أو زبدة منزوعة أو شي ريحة كاوتشوك أو بلاستيك، ريحة تقيلة. وإذا بالتم ما بينضف تمك، بضل فيه هيك مثل طعمة منا نظيفة بالتم. هيدا مش لازم نشمه، ممكن يكون تعرض، مش لازم نستطعمه أو حتى نشمه، ببين باثنين. ممكن يكون تعرض الزيتون أو الزيت لفساد بمرحلة معينة، من الإقطاف للمعصرة للاستخراج. تاني شيء ما لازم نشمه هو طعمة معدن أو ريحة معدن. بلشنا هلأ نقول الشم والتذوق مع بعض، ممكن بالاحتكاك بالعصر، مرق محل احتك بالحديد، أو حتى هيدا بيبين بتخزين الزيت بمستوعبات معدنية منا صالحة. كمان بيلقط. أو ممكن نشم ريحة عفونة، منقول هيدا زيت معطل. ريحة العفونة بتجي إذا نحن خزننا الزيتون لفترة كتير طويلة قبل ما نعصره، لقط عفونة، هيدا العفونة كمان بتبين بالزيت. هودي اشياء ما لازم تشمها 48 ساعة. صحيح. وبعد في اشياء ممكن تشمها ريحة تخمر، يعني انت مش لازم تشم ريحة خل او ريحة تنبيد بقلب الزيت. هيدا ممكن يجي من العكر يلي نحن قلنا احدى الاعداء، من العكر يلي هو او الوحل يلي هو بيكون بكعب المستوعب. نعم. يلي هو بتربى فيه البكتيريا وبتفرز بعض المواد او التوكسينز يلي هي تعطي هالريحه الكريهه للزيت. هول الاشياء بتزرعوا كله. هيدي الاشياء يلي نحن ما لازم نشمها. بعد في شغلتين بدنا نحكي عنهم يلي العالم اوقات بفكرون انه هن شائبه، ديفو، هن منو ديفو، بالعكس هن من الخصائص المذاقيه الجيده يلي المتذوق بفتش عليها بالزيت، يلي هي المروره والشحرقه. من بعد ما حدا يبلع الزيت الشحرقه معلمني عليها من زمان وبحب الطريقه. المروره هي بس ينربط كعب لسانك هيك، تحس كأنه في حلقة انربطت. والشحرقة وقتها واحد عم بيكل حربي بكعب الزلعين، بس هيدي ما بتبين إلا من بعد ما أنت تبلع. بس كمان بيعمل المرورة الزيت إذا طاحنين معه أو عاصرين معه الورق. مزبوط، نحن عم نحكي عن الزيت يلي مستخرج بطرق سليمة. لمرورة الورق من مرورة المزبوط صعبة، منا بالأمر السهل شوي صعبة. صح. أوكي. يلي بقول لك انه هودي المروره والحديه هن موانع اكسده. كل الناس يلي بدها تاخذ الزيت يكون منتج صحي لازم تفتش على المروره والحديه بالزيت. صح. هلا انا يلي ما في يتحملون، لا برضو بعتقد اذا حديه ورق ما راح يكون عندنا الخواص الريحه الطيبه مع هيدا، عشان هيك فينا نميزهم. عم نحكي بالمروره تحديدا. صح. يلي ما في يتحمل المروره والحديه يترك زيته يرتاح أسبوع، أسبوعين، شهر، حسب قديش هو بيكون فيه قوة المرورة فيه، يتركه يرتاح. لأنه هيدي المرورة هي أول شغلة يبلش الزيت وقت ينتزع بلش يخسرها. أوكي. أو الحدية مع الوقت بتخسرها. الزيت بلش ينتزع أو الزيت بلش يرتاح؟ بلش ينتزع. أوكي. لأنه موانع الأكسدة هي بتحافظ على الزيت أنه ما ينتزع. أوكي. بس يبلش الزيت يتعرض لموانع للأكسدة، بس يبلش يتعرض للخمس أعداء اللي خبرنا عنهم، ببلش يتأكسد. يلي بيبطئ له عملية التأكسد هو قديش في نسبة موانع أكسدة يلي هي المرورة. نعم. والحدية. نعم. مثل العسكري اللي عم بدافعوا عن القلعة ببلشوا يردوا القاعدة عنا، بس توصل لمرحلة القلعة بتخسر الجنود يلي عم بدافعوا عنا، ببلش الزيت يحلى بمرحلة أولى، يعني بطل مر وحر. لما بمراحل متقدمة بلش يتزنخ، ببلش يتاكسد، ونخبر عن هالطعمات البشعه يلي هي التزنخ يلي بلش يكتسبها. دونك قديش نحن فينا نتحمل مروره وشحرقه بالزيت بنكون عم ناكل زيت طيب وزيت صحي كثير منيح لشرايين القلب؟ يعني خبير التذوق داني بسيط، اسم الله حولك ما بتخلينا نحكي. عندي شغله، زيت مثل ما عم نعصر هلا وهو صوت المكنات اللي عم يطلعوا، حطيناه بالاينوكس. نعم. مش بقزاز، الاينوكس بتعرف اللي هو احسن شيء له. قديه بضل؟ فينا نحطه 3 سنين، 4 سنين، سنتين؟ ما في شيء بهدي الى ما شاء الله. لا بس بده بيضاين بين الازاز وبين نحن اذا اعتبرنا مثل ما شفنا عند الي انه الزيت محفوظ باناء خاص لحفظ الزيت، مقطوع عن الهواء وعن الضوء وعن الحراره، وساحبين منه العكر وحاطين مستوعب ما بيتفاعل معه، ماكسيموم بهدي الزيت سنه ونص لحد سنتين، ببلش بعدين تدهور نوعيته. بلش دهوى نوعيته، مش عم بقول انه بيفسد دغري
ولكن ببطل، وهذا الفحص المخبري بأكده، ببطل محافظ على نفس مستوى الجودة اللي طلع فيه من المعصرة. نعم، يعني بهالطريقة اللي عنده زيت قاطع عليه سنتين يقدر يستعمله للصابون، حرام يستعمله للبيت إلا إذا راح فحصه بمختبر وطمنه. صحيح. أنا بقول لك كيسك بالزيت عن جديد، يعطيك العافية. ميرسي مروان، صديق عزيز على قلبي. ميرسي لك، مش أول مرة اليوم ولا آخر مرة رح يكون في عنا حلقات معك. ميرسي، ثانك يو. ببرنامج العوافي نحكي دائما على الشطور الخارجية، على الأشجار الفواكه، على الجزمو، وكمان دائما بنذكر شطور الداخلية. اليوم رح نحكي على هالشتلة الحلوة سنسيفيريا تريفاسياتا، هالشتلة يلي بتنقي لنا الجو، حبينا نضوي عليها لأنه اليوم أي شتلة داخلية صارت تكلفنا مصاري، صار حقها غالي، كل ما اهتمينا فيها كل ما ضاينت أكثر، وبذات الوقت مثل هالشطول اللي قدامنا بتنقي الجو، بتعطي شكل حلو، ومنها شتلة عادية، مش هالورق يلي دائما معودين عليه، الشتلة اللي قدامنا إلا شتلة لسان الحية، سوري إذا قلنا هذا التعبير بس هيدا التعارف عليها. رح نخبر عنها كيف مننقلها، كيف مننزرعها، وكيف منكبرها إذا حبينا نهتم فيها. هيدي الشتلة اللي قدامنا إذا ثاقبت بقلبها طلع عنا 2 بي، يعني كعبين، نقدر نحن نشيلهم بطريقة كتير هينة، وبنقدر نفسخ التراب اللي عليها وبنرجع بنزرعها بشتلة ببو لحال. يعني صار عنا بهالطريقة هيدي شتلة، منجيب حوض، أكيد بده يكون هالحوض معمل له مهاريب، محطط له بحص، محطط له جيو تكستيل، وبعدين بنزرع بقلبها هالشتلة. رح نزرعها دغري هلا قدامنا. رح نجيب التيرا جرين، رح نقص الكيس، وأكيد بعد ما عملنا المهاريب فتحناه هون رح نرجع نأكد عليهم إنه فتحوا المهاريب قدامنا. لازم على القليل يكون عنا 4 مهارب بالحوض لحتى يكون عنا تصريف للمي مزبوط. بهالطريقة صار عنا مهارب مبينة. نرجع منجيب بحص أو البيدرجي اللي هو الحجر البركاني، منحط البحص في قلبه لحتى تقريباً 2 سنتي، وبنرجع منحط الجيو تكستيل من تحت، وأكيد بدنا نعبي التراب، بنعبي التيرا جرين اللي هو خليط جاهز للزرع دغري. بس نحط التيرا جرين نقدر نعمل حفرة صغيرة ونسقط هالشتلة يلي شلناها من الشتلة الأم يلي كانت بالبول اللي قبل. نرجع منزد لها شوية تراب، وبهالطريقة من شتلة وحدة صار عنا شتلتين. ودائماً من بعد ما نزرع أول زرعة بدنا نسقي مي بكترة لحتى الجلوش والتربة تكون رطبة منيح. رح نسقي، والسنسيفيرا دائماً بس بدنا نسقي ما لازم نحط المي بالنص بين الأربع أوراق أو هالثلاث أوراق، لأنه منساعد أنه تعفن الشتلة وتنتزع. دائماً بدنا نزرع حواليها. بس هلأ صار عنا شتلة جديدة من وراء الحوض يلي شلناه من قدام. هيدي شتلة رح نرجعها، نرجع منكبرها ببو تاني، ومنزد لها كمان الترابات اللي وقعوا، ما منروح تراب لبرا. أكيد حنرجع نزد لها تراب ونزرعها. هيك من شتلة وحدة صار عنا شتلتين. هلأ إذا نحن حبينا نكتر هالشتلة من الورقة تبعها هيني كتير، مننقي ورقة منيحة مثل هالورقة تكون شوي جوتوز، في بقلبها مي، لأنه هدول سوسون دي بلانت سوكولانت، بيحافظوا على المي اللي فيهم، 90% منهم مي، وبيقدروا يقعدوا فترة طويلة بلا سقاي. منقص هالورقة. هون نحن عم نحكي كيف فينا نكتر الشتل، ومناخذ الورقة منحطها بهالطريقة على الخشبة ومنقصها، ومنقسمها كل 8 سنتي ورقة، وبنرجع بدنا نعلم الوراق من تحت على الطراف حتى نعرف بأي اتجاه شكل الورقة، بس بدنا نزرعه. من بعدها كمان بنرجع منجيب حوض وبنعمل زيت الطريقة،
هذا الحوض حطيت انا فيه بحص كمان بنحط بقلبه الجيوتكستيل وبنعبي بقلبه تراب وبنرجع بنعمل طريقه الزرع. هذا تراب رح نعبيه اكيد مثل ما ذكرت بحص جيوتكستيل، انا هلا ما حطيت جيوتكستيل لانه حطيتها بهذا البو جيوتكستيل، بعدين بنحط التراب كمان هذا التيرا جرين اللي مثل ما ذكرت ميلون جاهز للزرع، هالخليط جاهز للزرع، وبنظبط الترابيت. كمان بنرجع بنسقي مي بكترة لحتى ما نعوز سقاية مي كل فترة. هون سقينا هالمي، ننطر شوي صغيرة لحتى تنشرب تيرو تشرب المي، وبنرجع بنزرع الورق يلي قصيناهم. الورقة اللي قصيناها بدنا نزرعها مثل ما هي، مثل ما شفنا هيك حنشكها. نرجع على فورم الورقة نحن قصيناها على هالطرف لحتى دايما نتذكر انه هالميل هي عمالة الارض. كمان هيدي وحدة تالتة، بنقدر نشك وحدة رابعة لحتى نضل متذكرين على ميلة الارض. سقينا مزبوط، منجيب غطى قنينة بلاستيك ومنغطيهم فيها. بهالطريقة بنكون عم نحافظ على الرطوبة تبعهم مثل ما شفنا. بس دايما بس بدنا نقص الورق، هالورق اللي قصيناه اللي شفتوه قدامي هلا بده يضل على القليل يومين لثلاث ايام قبل ما نزرعه لحتى ينشف هالزوم اللي بقلبه، هالعصاره اللي بقلبها تنشف ونقدر نحن نحطها، لانه اذا بقيت العصاره بقلبها حطيناها بالتربه وكمان سقينا مي حيصير في عنا عفونه وبالتالي حتموت هالشتله اللي عم نجرب نزرعها. نحن بس نزرعها بعد يومين او ثلاث ايام بتلاقيها الورقه صارت ناشفه، بس نحط بالارض تاني نهار بتلاقي الورقه نفخت وصار فيها رونق وصار فيها حياه. نحن بس نحطها بهالطريقه كل يوم او كل يومين مضطرين نفتح الغطاء تبع القنينه على القليله 10 دقائق ربع ساعه وبنرجع بنسكرها. هيك كل هالبخار الموجود جوا لحتى ما يصير في عنا عفونه بيطلع لبرا وبنرجع بنسكر الغطاء كل فتره. يعني على القليله كل يوم او يومين بنفتح الغطاء 10 دقائق ربع ساعه وبنسكر، وبدنا ندس التربه. كل ما كانت التربه عم تروح للنشاف بنرجع بنحط مي لحتى نحافظ على الشتله. سانسيفيريا فينا نحطها بمحل بقلب البيت جوا، فينا نحطها بمحل ما يكون ضو كتير تتحمل، محل معتم، وفينا نحطها محل كتير نور قوي، النمو تبعها منه سريع، بنموها بطيء، بدنا نساعدها بشوية مغذيات من وقت للتاني لحتى تصير شكلها أكبر. وأكيد التربة تبعها بس بدنا نغير الحوض، نحن بنقدر بحوض مثل هيدا فيها تضلها بقلبه سنتين لثلاث سنين منا مشكلة أبدا، لأنه مثل ما ذكرت نموها منه كتير سريع، بننطر سنتين ثلاثة وبنرجع بننقلها على بو أكبر. أكيد بده يكون في عنا تيرا جرين اللي هو تيرو يلي مخلوط خالص للزرع. الحشرات اللي بتيجي عليها قليلة جدا جدا جدا، بيجي عليها أوقات الكوشني اللي هي المن القطني، نقدر نرشها على القليلة مرة أو مرتين بالسنة ماكسيموم هيك تنحافظ عليها وضل الحشرات أبعاد عنا. نقدر نحطها بالبيت لسبب وجيه وهي انه بتنقي الجو، بس بدنا ننتبه كمان على شغله، ورق سانسيفيريا هو مسم، بدنا ننتبه اذا عندنا حيوانات اليفه بالبيت او اولادنا صغار حدا من الاولاد كدشا او حتى بتمه، بدنا ننتبه من هالطريقه انه هالشتله تضلها بعيده عن الاولاد، تضلها بعيده عن الحيوانات الاليفه لحتى ما يصير في مشاكل، لان مثل ما ذكرت انه ورقها يعتبر من الورق المسم. فينا نكتر سانسيفيريا مثل ما ذكرت او نفسخ الشتله اللي طالع على كعبها وبنزرعها، فينا نعملها بهالطريقه وبس تكبر بعد شهر ونص شهرين من اللي حطيت غطى القنينه بنقدر نشيلها ونكون صار عندنا شتله جديده ومنظر جديد وبو جديد بنقدر نحطه محل ما كان. باي وقت من السنه بنقدر نعمل الورق البوتيراج اللي عم نقصه، باردون ورق القص اللي عم نشكه وبنزرعه، اي وقت من السنه اذا عم نعطيها الطقس المؤاتي لها، اذا عم نحطها بمحل دفى مش محل سقعه كثير لحتى ما تنتزع. واكيد بس بدنا نزرعها ما فينا نزرعها بمنطقه بجبل عالي مسقعه وبعدين بس نترك البيت نتركها جوا وتموت على السقعه. منشأة افريقيا وتحديدا منطقه بلد الليغوس، يعني هونيك بتطلع بطريقه كثير حلوه، بنشوفها على الطرقات، بنشوفها بالمشاتل بكميات كثير حلوه، والعلو تبعها بيوصل تقريبا من المتر للمتر و80، بيعطي شكل كثير حلو.
أنا حبيت ضوي على هالنوع الشتل يلي حلو يكون موجود ببيوتنا، حلو يكون موجود بمكاتبنا أو بمداخل البنايات، هيك نحافظ على شكل حلو وإشياء جديدة عم تنزرع، مش كل الجنينات موجودة بقلبها ومش كل مداخل البنايات موجودة بقلبها.